في شمال شبه الجزيرة العربية في قطعة أرض كذا تخص المسلمين. قطعة الأرض هذه غالية علينا، وهي المنطقة اللي عرش فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للسماء في قصة الإسراء والمعراج اللي كلنا نعرفها. الأرض اللي أنا قاعد أتكلم عنها هي القدس الشريف، وحلقتنا لليوم راح نتكلم عن فتح بيت المقدس لأول مرة في تاريخ المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر عبد الرحمن وحياكم في قصة جديدة. اليوم راح يكون عندنا تعاون مختلف ما قد صار زيه في تاريخ اليوتيوب، ومع ضيف مميز أول مرة أصور معاه في القناة. اليوم راح يكون معانا أبو الصادق وراح يحكيكم القصة معايا. أبو الصادق المايك عندك. للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض، واليوم راح أكون مع أخوي وحبيبي عمر لنحكي لكم قصة فتح بيت المقدس، وأتمنى تعجبكم. قبل ما نبدأ في القصة خلونا كده نرجع مع بعض للزمن ورا، وتحديدا في فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 16 هجريا، لما انتصروا المسلمين على الروم في معركة اليرموك بعد ما هربوا جيش الروم في نهاية المعركة. ولما هربوا أمر أبو عبيدة بن الجراح قائد جيش المسلمين بإرسال كتيبة من الجيش تلحق الجيوش اللي هربت من الروم، لأنه سلسلة المعارك لسه ما انتهت. بعد عدة معارك صارت بهذاك الوقت بهذيك المنطقة، الوضع هناك انقلب لصالح المسلمين، وخلينا نقول انه كل المدن الكبيرة صارت تحت سيطرة المسلمين. ما كان ضايل الا منطقة واحدة بالشام وهي القدس. بهذاك الوقت القدس كان يحكمها واحد يعتبر من اذكى وادهى قادة الروم، ومين هو؟ أرطبون. أرطبون هذا كان عنده عدد كبير من الجنود، كان عنده تقريبا 170 ألف جندي، وكان قاسمهم لجيشين، جيش موجود معه بالقدس والجيش الثاني كان موجود بمنطقة الرمل بفلسطين. أبو عبيدة أمر عمرو بن العاص وشرحبيل بن حصنة عشان يتوجهوا للقدس مباشرة، وقال لهم مهمتكم فتح بيت المقدس. الآن شوفوا شو اللي صار. لما قرب ابن العاص من بيت المقدس كان يستطلع الأخبار، وعرف إنه عدد الجنود اللي معه غير كافي عشان يحاربوا 170 ألف جندي من الروم، فراح بعت رسالة للفاروق عمر بن الخطاب وطلب منه المدد. وصلت الرسالة للفاروق عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، وما قصر سيدنا عمر، على طول وصى بمدد يتجه لفلسطين ويفزعوا للمسلمين اللي هناك. وبعد عدة أيام وصل المدد لعمر بن العاص، وفي نفس الوقت وصلوا خبر من الاستخبارات اللي عنده انه أرطبون طالب مدد زيادة للروم، يعني ممكن في 170 ألف مقاتل لسه يبغى يجيب زيادة. وطبعا مدد الروم كان يوصل من جهة الساحل تبع البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا من مدينة اسمها القيسارية الساحلية. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه على طول فكر بفكرة انه كيف ممكن يحل هذا الموضوع. قال لك بس نحن نهجم على هذه المدينة علشان نمنع امدادات الروم انها توصلهم. فقائد المسلمين شال تركيزه من أرطبون، قال له شوية وراح ارجع لك، خلونا نروح نفتح المكان اللي جاي المدد منه، اللي لو تركناه الحرب راح تصعب علينا. فالمسلمين حاصروا المنطقة اللي يجي منها المدد، وفي المقابل كان في مقاومة جدا عنيفة، والموضوع ما كان سهل. مع ذلك انتصروا المسلمين، ورسميا الآن أرطبون صار محاصر بعد ما قطعوا عنه حبل الإمدادات اللي كان يجي. بهاي الأثناء جمع أرطبون جيشه الموجود بالقدس والرملة في منطقة اسمها أجندين، عشان يكون كل جيشه معاه ويقدر يحارب المسلمين بكل قوته، وبنفس الوقت ما يعرض القدس لخطر سقوطها بأيدي المسلمين. طبعا وصلت تحركات أرطبون وجيشه لعمر بن العاص، ومثل ما أرطبون كان ذكي وعنده خبرة كثير كبيرة بالحروب، احنا كان عندنا عمرو بن العاص واللي كان يلقب بداهية العرب. ولأنه داهية العرب لما عرف عن تحركات أرطبون على طول أرسل جيش المنطقة تفصل أجنادين عن الرملة، بحيث أنه الجيشين حقون الروم ما يقدروا يوصلوا لبعض ويكونوا في مكان واحد، يصيروا مفصولين. وكأنه ابن العاص قاعد يلعب مع أرطبون لعبة البسة والفار دوم جيري، كل ما أرطبون يعمل حركة عمرو ابن العاص يرد عليه بحركة أذكى منها وما يعطيله فرصة يتنفس. وفي نفس الوقت عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب مدد جديد من عمر بن الخطاب الخليفة، وبشره بالفتح القريب. عمرو بن العاص كان شايف النصر، كان حاسس فيه، وفي الرسالة اللي ارسلها لعمر بن الخطاب كان شارح له الخطوات كلها، الخطة واضحة يا عمر. فعمر بن الخطاب استلم الرسالة وكان جالس في مجلس مع قومه، وقال لهم لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، عندنا اثنين أرطبون قاعدين يتضاربوا، يعني هم عندهم أرطبون الداهية، ترى نحن كمان عندنا واحد داهية.
الداهية. خلونا نشوف من الداهية اللي فيهم اللي راح يفوز، حقنا ولا حقهم. المهم يا اخوان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعت الامدادات لعمرو بن العاص، وابن العاص قسمها ما بين جيشه والجيش الثاني اللي كان مانع الروم بالرملة، وبعدها توجه الاجنادين عشان يقضي على ارطبون، واللي زي ما قلنا بهذاك الوقت ارطبون كان معاه نص جيشه، بالتالي بيقدر بعدها انه يدخل القدس بسلام وبدون تهديدات. وفعلا وصل ابن العاص على اجنادين، لكنه لقاها مختلفة عن بقية المدن، مدينة أسوارها وتحصيناتها ودفاعاتها أقوى بكثير من كل المدن اللي واجهوها قبل هيك. حاول يلاقي أي ثغرة بالسور أو الجيش أو الدفاعات عشان يدخل منها على المدينة، لكنه ما لقى أي ثغرة، ومع ذلك ما يئس وبعت رسل لأرطبون. كعادة أي طرفين بتحاربوا بيبعتوا رسل لبعض مشان يتناقشوا بلكي يوصلوا لحل وسط، لكن ابن العاص كان مقصده من الرسل إنهم يتفحصوا حصون المدينة ويشوفوا هل في ثغرات من الداخل ولا لا، يحاولوا يعرفوا أي معلومة، يحاولوا يعرفوا إذا في مكان بالسور أضعف من مكان مشان يركزوا عليه بالهجوم، أو إنهم يشوفوا وين حاطين جنود أكثر جنود أقل، يعني يجمعوا له معلومات بشكل سري. وفعلا دخلوا الرسل لمدينة أجنادين، عرضوا على أرطبون بعض الأمور وكانوا يطلعوا يمين وشمال، ولكنهم ما عرفوا يجيبوا أي معلومات، أو خلينا نقول إنه ما كان عندهم الخبرة الكافية لجمع المعلومات. هم جابوا شوية معلومات لكنها ما كانت بتفيد بأي إشي، ففكر وقتها ابن العاص إنه إيش يقدر يعمل، وطلعت معاه حركة غريبة جدا جدا جدا. تخيلوا إنه قرر إنه هو بنفسه اللي يدخل أجنادين متنكر كأنه رسول من جيش المسلمين. قائدنا هنا قرر إنه يشمر كمه وينزل الميدان. فكرة مجنونة مجنونة. طيب إيش اللي صار؟ بدون أي تفكير على طول راح اتجهز وكتب رسالة من عمرو بن العاص إلى أرطبون، ودخل يعني إنه هو رسول ومعه رسالة، مو كأنه هو قائد المسلمين. والحلو إنه هم ما كانوا يعرفوا شكله أصلاً، وبالفعل قدر يدخل الحصن، وهو داخل الحصن قاعد يطالع يمين ويسار ويراقب الوضع ويبحث عن الثغرات الموجودة، إلين وصلوا للمجلس اللي كان فيه أرطبون شخصيا. ومو بس أرطبون، قادات الجيش كلهم كانوا معاه، وداخل عليهم عمرو بن العاص، هم مو عارفين هو مين، يحسبوه رسول. لكن أرطبون حس انه في شيء غلط، حس انه في شيء غريب، وهو بيسمع كلام عمرو بن العاص بينه وبين نفسه قال لا، هذا كلام واحد مختلف، هذا كلامه منمق، الولد هذا فصيح، هذا مو مرسول عادي. فشك أرطبون، وعلى طول راح نادى واحد من قادات الجيش قال له تعال تعال، وبدأ يهمس في إذنه، وعمرو بن العاص شخصيا قاعد يسمع. فبدأ أرطبون يهمس في إذنه ويقول له شوف، أنا حاسس الموضوع ده فيه شيء غلط، الشخص اللي واقف قدامنا هذا ما هو عادي، يا إما هو قائد المسلمين عمرو بن العاص، يا إما هو واحد من كبارية الجيش. لا لا لا، هذا مو طبيعي، فرصتنا الآن نخلص عليه. يهمس في إذن القائد ويقول له لو خلصنا عليه حنكون قتلنا وضعفنا المسلمين، وطلب إنه هذا الرجل اللي هو عمرو بن العاص ما يخرج من المدينة وهو عايش. فلك أن تتخيل الرعب اللي عمرو بن العاص كان فيه، الله يحط أحد في هذا الموقف بين أرضهم وجمهورهم، يا رجل في مجلس قائدهم، وعمر بن العاص فاهم اللي قاعد يصير، سامعهم قاعدين يشوشروا بينهم وبين بعض. لكن مع ذلك عمر بن العاص ما توتر ولا بين لهم انه خايف، وبكل ذكاء منه قطع شوشرة أرطبون مع قادة الجيش وقال له انا قلت لكم الكلام اللي عندي، اما الاسلام او القتال او الجزية. يا ساتر يا ساتر يا عمر بن العاص، شو القوة اللي فيك؟ قاعدين يخططوا انهم يقتلوك، لسه تقول لهم هذا الكلام قدامهم؟ لكن هذا كله ذكاء منه، وكمل كلامه وقال انت ردك علي كان اننا المسلمين ناخذ جنودنا ونرحل، وانا الصراحة شايف انه الموضوع كذا ممكن يكون احسن، انا حاسس انه المعركة هذه راح تسبب خسائر كثيرة للطرفين، فانا معك، لازم ارجع لقادتي وعددهم 9 قاعدين ينتظروني برا، راح اجيبهم لين مجلسك عشان يسمعوا رأيك، لانه هم اللي عندهم القرار، انا ما حقدر اخذ القرار من دونهم، انت حاول تقنعهم. أرطبون طاح بالفخ، كان يحسب نفسه ذكي، قال بس هذا المرسول راح يجيب لي القادة لين عندي وانا راح اخلص عليهم، لو خلصت على 9 المهمين هذول خلاص ما في احد راح يقدر يسيطر على جيش المسلمين، هم دول المهمين. يا غبي، القائد قدامك شخصيا. وعمرو بن العاص خرج من الحصن كده هو
يتمشى طبيعي بعد ما جمع كل المعلومات اللي يحتاجها وعرف وين الثغرات ورسم الخطة العسكرية اللي حيهاجم فيها. ولما نوصل لجيش المسلمين على أساس يرسل له 9 قادات، ما أرسل له 9 قادات، هو كان القائد أصلا، أرسل له رسالة في المقابل وكتب له فيها في الرسالة: أنت عرفتني وأنا عرفتك. يعني أنا وإنت كنا قدام بعض، تخيلوا معايا شعور أرطبون لما قرأ الرسالة. أتجنن لدرجة إنه قام من المجلس فجأة، قام من الكرسي وقال: هذا اللي بتعامل معاه داهية، كان قدامنا. مسكين أرطبون ما يعرف إنه عمرو بن العاص صار عنده خطة جاهزة يقتحم فيها الحصن. الآن ندخل على المرحلة العملية وهي الحرب. بعد ما عرف ابن العاص أماكن الثغرات بالحصن، بلش يجهز جيشه ويستعد لدخول المدينة. لكن أرطبون كان معاه داخل المدينة ما يقارب 90,000 جندي، وبدأت المعركة الدموية على الروم. المسلمين قتلوا من جيش أرطبون أكثر من 50,000 جندي، أما المسلمين فاستشهد منهم 400 رجل فقط. وهرب أرطبون وال40,000 جندي اللي ضلوا معاه على القدس ليتحصنوا فيها، وهون بدأ حصار المسلمين للقدس. لكنها ما كانت مدينة سهلة، القدس ما استسلمت، ما كان من الممكن انه اي حدا يدخلها بسهولة. كان داخلها يهود ونصارى محتلينها وبيعتبروها من مقدساتهم وبيدافعوا عنها دفاع شديد. في هاي اللحظات ابن العاص بعت لعمر بن الخطاب رسالة وقال له فيها: اني اعالج حربا كنودا صدوما وبلادا ادخرت لك، فما رأيك؟ يعني ايش نعمل يا امير المؤمنين؟ مش عارفين شو نعمل، شور علينا، احنا محاصرين القدس لكن من دون اي فايدة. فالخليفة عمر على طول ارسل امدادات لهم، وفي نفس الوقت طلب من جميع المناطق المسلمة اللي قريبة من موقع المعركة انهم يوصلوا اكل وموية لجيش المسلمين عشان لا يجوعوا وعشان عزيمتهم تستمر ويظلوا المسلمين محاصرين القدس. هذا بالنسبة لجيش المسلمين. اما بالنسبة لجيش الروم اللي كانوا داخل القدس واللي كان عددهم 40,000 مقاتل، وزيد عليهم عدد سكان القدس اللي كانوا عايشين في القدس اصلا، هذول مساكين تبهدلوا لانه كل مواشيهم ومزارعهم وكل خيرهم موجود في حدود القدس برا المدينة، وكل المدخرات والاكل اللي موجود داخل القدس ما راح يكفيهم للأبد وراح يموتوا من الجوع، وكان لازم وقتها سكان القدس يتصرفوا. المهم اجتمع أهل الرأي والوزراء والقساوسة بالقدس وقعدوا مع أرطبون، قالوا له: يا أرطبون حارب المسلمين وخلصنا منهم، انت معك 40,000 جندي، يعني عددهم مش قليل، حاربهم وخلصنا من هذا الحصار. أرطبون قال لهم: بولكم انا لما كان معي 90,000 جندي ما قدرت اني اواجههم، هلا معي 40,000 شو بدكم اياني اعمل؟ فراح قام واحد من القساوسة الكبار اسمه صافرينوس وقال له: يا أرطبون احنا عارفين انه بديننا وبمعتقداتنا هذا اليوم رح يجي، المسلمين بيطلعوا من شبه الجزيرة العربية عشان يدخلوا على القدس، فالأفضل إن نسلمهم إياها بسلام وأمان من دون لا مشاكل ولا حرب. طبعا أرطبون ما كان قوي دينيا، ما كان عنده معلومات كافية عن دينه، وما كان يعرف إنه القدس مصيرها تكون للمسلمين. فأرطبون طلب من القسيس إنه أعطيني معلومات أكثر عن الموضوع، فهمني إيش اللي قاعد يصير، كيف يعني القدس للمسلمين كيف؟ فقال له القسيس إنه اللي مكتوب في ديننا وفي كتبنا إنه اللي راح يستلم القدس يوما ما مننا واحد اسمه عمر. اوبا، لحظة، عمر؟ ما كان اسم خليفة المسلمين وقتها عمر؟ تخيلوا انه النصارى والقساوسة كانوا عارفين انه رح يجي يوم يستلم منهم رجل مفاتيح القدس، وعارفين اسمه من قبل ما ينولد، سبحان الله. قبل ما اكمل لكم ايش اللي صار، خلوني اسألكم سؤال، حطيتوا اشتراك في القناة ولا لسه؟ كثير منكم بيتابع الحلقات ومو مشترك في القناة، طيب ليش؟ اموت واعرف ليش؟ انتوا كده ولا كده مبسوطين في القصص، فحطوا اشتراك عشان توصلكم القصص الجديدة. انتوا خسرانين. فقال أرطبون للقسيس انه انت شايف الحل الافضل والاسلم انه كده نعطيهم مفاتيح القدس وخلاص؟ فالقسيس قال له: نعم هذا الحل الانسب، وكده راح نكون ريحنا نفسنا من قتال وجهد ووقت، وكده نحن حنكون ما اهدى درنا دماء شبابنا وما ضيعنا وقتنا، لأنه كذا ولا كذا هم رح يستردوا القدس يوم من الأيام. في هاي اللحظات أرطبون بعت رسالة لابن العاص وقال له: احنا وافقنا نسلمكم القدس ومفاتيحها، لكن ما رح نعطيك إياها إلك،
رح نعطيها لخليفتكم عمر بن الخطاب. وأول ما وصلت الرسالة لعمر بن العاص فرح فرح شديد إنه الروم جاهزين يسلموا القدس للمسلمين، وعلى طول أرسل رسالة لعمر بن الخطاب وبلغ الخليفة إنه لازم أنت تجي بنفسك تستلم مفاتيح القدس، هذا طلبهم. وصلت الرسالة لعمر بن الخطاب وكانت واضحة إنه تعال على أرض فلسطين، وهون اتشاور سيدنا عمر مع عدد من الصحابة. سيدنا عثمان قال له ما تروح لهناك لأنه ما بنضمن إيش رح يصير معك. أما سيدنا علي اقترح عليه إنه يروح وقال له القدس بتستحق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنها الخليفة اقتنع بالموضوع وتوكل على الله وسافر. قربت قربت. والغريب في الموضوع إنه خليفة المسلمين عمر جاي بنفسه، مو مع قافلة كبيرة، مو مع جيش، لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جاي لحاله مع خادمه. خذوا اللقوة من كذا، جايين ببعير واحد بس، واحد كانوا يتقسموا في الطريق. مرة عمر بن الخطاب هو اللي يركب فوق البعير وينزل في نص الطريق، هذا يكمل يركب بعده. يا جماعة نحن قاعدين نتكلم عن الخليفة، انتوا متخيلين؟ ويجيك واحد في بداية حياته ما عنده فلوس، لما يسافر يقول لك انا ما اسافر الا بزنس كلاس. نعم يا بزنس تقول. فسيدنا عمر اختار انه يروح القدس بهذه الطريقة. قرب عمر رضي الله عنه من الوصول للقدس، وكان وقتها ابو عبيدة عامر بن الجراح واقف مع صفرينوس بيستنوا الخليفة. القسيس كان طالع يستقبل سيدنا عمر بكل زينته، لابس تاج من ذهب وصليب من ذهب وملابس من أغلى وأفخم الأقمشة. وفجأة وهم بتكلموا شافوا ناقة جاي عليهم من بعيد، كان فوقها الخادم والخليفة قاعد بجر الناقة. مين هذا اللي داخل علينا بالناقة من بعيد؟ هذا عمر بن الخطاب. لا ويا ليته هو اللي كان على الناقة، هو اللي كان قاعد يمشي في الأرض، كان وقتها دور الخادم إنه يركب على البعير. فالقسيس انصدم، معقولة هذا الرجل اللي جاي بملابس مقطعة وقاعد يمشي جر البعير، هذا الرجل اللي هزم الروم وهزم الفرس ولسان حوله يقول وقتها معقولة هذا الرجل اللي هزمنا؟ معقولة؟ الآن عمر بن الخطاب وصل وشاف أبو عبيدة عامر بن الجراح والقسيس اللي كان لابس كل الذهب والمجوهرات، وشاف مجموعة من جنود المسلمين ماسكين دروع مزينة بالذهب والمجوهرات. طبعا هاي ما كانت دروعهم، هاي كانت الدروع اللي أخذوها كغنائم من حربهم مع الروم. أول ما شافهم عمر مسك حجار وبلش يرمي عليهم وبقولهم من وين هاي الدروع اللي قاعدين بتتفاخروا فيها؟ أنا راسلكم هنا عشان الجهاد ولا عشان الذهب والمجوهرات؟ فردوا على الجنوب انه صلي على النبي يا خليفتنا، صلي على النبي يا امير المؤمنين، هذه الدروع نحن اغتنمناها من المعارك، وبعدين نحن ما احنا مستعملينها الا عشان يخوف الروم مننا، انه مو بس هم عندهم مجوهرات، لا حتى المسلمين اغنياء وعندهم خير. المهم عمر بن الخطاب بعدها خطب بجيش المسلمين وذكرهم بحالهم كيف كان وكيف اليوم حالهم، كيف انهم الان على مشارف فتح اولى القبلتين. وبعدها قعد مع ارطبون وفهمه انه راح يحفظ لهم حقهم وما يخلي حدا يعتدي عليهم. زي ما هم سلموا مفاتيح القدس بامان اعطاهم الامان. وبعدها دخلوا المسلمين بقياده عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس لاول مره، وظل عمر بن الخطاب يتمشى في القدس ويتامل في مبانيها الين شاف محراب داود. مكان المحراب هو المكان اللي عرش فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه للسماء. يتلمس جدران المحراب ويستشعر وجود صاحبه نبينا عليه الصلاه والسلام. وبهذه الطريقه من سنه 16 هجريا في شهر رجب اخيرا اصبحت القدس للمسلمين. تخيلوا معايا كمية التعب اللي صار عشان نوصل لهذا الحدث، كمية المعاناة اللي عانوها أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، كلهم كمية المعاناة اللي عانوها، كمية الأصحاب اللي خسروهم اللي شافوهم يموتوا قدامهم، كمية الجوع والعطش والرحلات الطويلة الشاقة واللي استمرت سنوات عشان نوصل لهذا الحدث، ونوصل لكم حكاية هذا البطل، هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا التاريخ العظيم للمسلمين. شكرا ابو الصادق انك شاركتني في هذا المقطع، حط لكم قناته تحت في الديسكريبشن اللي حاب يشترك في قناته. صدقا محتوى ابو الصادق جدا مميز، وانا اصلا ما اشتغل الا مع يوتيوبرز مميزين. استمتعتوا بقصة اليوم؟ حطيتوا زر اللايك عليها ولا لسه؟ وتأكدوا انكم مشتركين بالقناة وارجعوا للحلقات الماضية، القناة مليانة بالقصص اللي راح تعجبكم ان شاء الله. لا تنسوا اخواننا بغزة وبكل مكان من الدعاء، الله يحفظكم جميعا والسلام عليكم. انا عمر عبد الرحمن، اشوفكم على خير. سلام.
يا رب يا رب ترجع لنا القدس يا رب.